بعد ما حاولوا هم، مو انا هذا مو كلامي طبعا الله. نعم عندنا ادله تثبت ان عماده كليه الطب كانت تعترف بوجود المشكله، يعني هذا كتاب من عميد كليه الطب موقع بتاريخ 15/4/2015 يعني قبل 10 اشهر. يا ريت المخرج يعطينا لوزير التربيه شو يقول؟ يقول يؤسفنا ان اللي قاعد يصير والحمله الاعلاميه اللي قاعد تشهر فينا نقابه الاطباء ونقابه العاملين في جامعه الكويت، اللي نوجههم ايضا تحيه اخواننا في نقابه العاملين في جامعه الكويت تحملهم هالمسؤوليه. قال ان واحده من الاشياء اطلع المجلس على مراسلات الكليه منذ عام 2006 بشان مطالبه الجهات المختصه بعمل تجديد شامل للمشرحه وتجديد نظام التهويه بها، الا ان هذه الطلبات كانت تؤجل لعدم وجود ميزانيه. عدم وجود ميزانيه؟ اي والله هذا كهو تقريره، يعني من 2006 كانوا يطالبون عمادة كلية الطب بتجديد المشرحة بسبب الشكاوى اللي قاعد ترد من 2003 و4 و5 من رؤساء الأقسام وتحديدا رئيس قسم التشريح. كان يقول ترى الطلبة وأعضاء التدريس اللي قاعد يدرسون الطلبة في المشرحة قاعد يشمون غازات، غازات قاعد تعبهم، يردون البيت داخل المشرحة أشياء ما ندري عنها، وكما تعلم أن هذه المواد هي مسرطنة. هو قاعد يقول حق عميد الكلية، وبالتالي كان هناك من 2006 مشكلة وقبلها لكن لم تحل. زين ليه 2015 اللي احنا طلعنا كنقابات، نقابه الاطباء ونقابه عاملين في جامعه الكويت، بعد شكوى تقدمت لنا فيها الدكتوره منال قالت احنا انا سويت اللي اقدر عليه بس ما لقيت اي استجابه، وقف مفعولي كيمكن مبلغه او شاكيه على هالموضوع. قلنا لها احنا نتبنى هالقضيه وننشرها بوسائل الاعلام، فتبنيناها وبالفعل نشرناها باول تصريح كان لنا 9/4/2015 9/4/2015 قلنا ترى في مواد مسرطنة وفي تلوث بيئي في الكلية وفي أضرار وفي حالات قاعد تصاب بالأمراض من نقول الحساسية بدايتها إلى أعلى شيء وهو السرطان كافينا وكافي السامعين شرة. لذلك جاء رد عميد كلية الطب بعد يومين من تصريحنا، احنا كان يوم خميس يوم 9 يوم 11 صرح قال لا ماكو شيء ماكو شيء، شلون تقولوا هالكلام؟ الأمور كان أشياء بسيطة وصكيناها، كان ينفي وجود المشكلة هذه. طبعا ردينا عليه بتصريح ثاني وحطينا له الدليل، صار موقف الكليه ضعيف، فدعا وزير التربيه الى اجتماع في يوم 19/4/2015 وبالفعل بالاجتماع اللي هو مجلس الجامعه ككل عمداء الكليات والامين العام ومدير الجامعه وايضا وزير التربيه برئاسته طلعوا مجموعه من القرارات واقروا انه في تلوث بيئي. اقروا؟ نعم اقروا في محضر اكيد وموجود عنده؟ موجود كله موجود، وطلع بتوصيات مجلس الجامعه. يعني من تصريحنا 9/4 ل 19/4 طلعوا التوصيات مع اساليب المعالجه. يعني اللي عميد كليه الطب يقول من 2006 قاعد نقول ما في ميزانيه، قاعد يردون علينا يقول ما في ميزانيه، يوم تدخلت النقابتين حلينا المشكله في 10 ايام، خصصوا ميزانيه، طلعوا توصيات بتجديد المشرحه ونقلها الى مكان مؤقت، ومن ثم محاوطة أو عمل دراسات داخل بيئية داخل الكلية بالتعاون مع معهد الأبحاث ومعهد الكويت تقدم الهيئة العامة للبيئة. وبالتالي تصريحنا احنا كنقابات خلال 10 أيام وتصعيدنا وسردنا الأدلة أثمر عن شغلة ما كانت إدارة الكلية قاعد تقدر تسويها من 2004، احنا خلصناها بعشرة أيام. فاحنا نفتخر أن قدرنا نأثر إعلاميا كنقابات في أن نجد حل حق اخواننا الطلبه وايضا اعضاء هيئه التدريس والعاملين اللي قاعد تروح صحتهم بهالطريقه. لذلك